السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في الدرس الثالث في الوحدة التانية. وشكل ما احنا عارفين الدرس ده خاص بالبراكتس تايم، وقت التدريب، وقت القواعد اللي بنعرف فيه القاعدة بتاعتنا اللي موجودة في الوحدة. طبعا في الدرس ده المفروض ان انا هتكلم عن الكاونتابل ناونز، الاسماء المعدودة، الانكاونتابل ناونز، الاسماء الغير معدودة. هنتكلم عن ميني، هنتكلم عن ماتش، وكمان ازاي استخدم هاو ميني وهاو ماتش. تاني ازاي اسال بهاو ميني او هاو ماتش. ده ان شاء الله المفروض ان احنا نعرفه في الجرامر بتاعنا. تابع معانا وما تروحش بعيد، يلا بينا حبايبي. تعالوا نشوف الاول يعني ايه countable nouns. countable nouns حبايبي يعني اسم معدود. يعني اسم معدود يعني اسم اقدر اعد منه 1 و2 و3 و4، يعني اقدر احط قبله رقم واقدر احط قبله ادوات من اللي بتيجي قبل الاسم الجمع. تاني countable nouns اللي هي الاسماء المعدودة. تاني countable nouns اسماء معدودة. تاني قلنا الاسماء المعدودة اللي ليها مفرد وليها جمع واقدر احط قبلها 1 و2 و3. يعني لو بصيت مثلا على كلمة شكل كلمة cat، cat دي معناها قطة، اسمه مفرد ممكن احط قبله ايه عشان هو بيبدأ بساكن او 1 يعني واحد. قال لي لما اجي اجمعها بتبقى cats، cats حبايبي يعني قطط، اذا اصبحت هنا اسم جمع فبقول على الاسم ده اسم معدود. لو شفت كلمة شكل كلمة apple، apple حبايبي معناها تفاحة. طبعا التفاحة شكل ما احنا عارفين ممكن تاخد an وبرضو ممكن تاخد one باعتبار انها بتبدأ بصوت متحرك. قال لي لما اجي اجمعها بتبقى apples. طبعا احنا خدنا قبل كده ازاي بجمع الاسماء، الطرق المختلفة لجمع الاسماء، بس على العموم بنقول على الاسم ده اسم معدود طالما ليه مفرد وليه جمع واقدر احط قبله 1 و2 و3 و4 والارقام. يعني هنا انا ممكن اقول 2 cats يعني قطتين اتنين. طيب ممكن اقول هنا 3 apples، 3 apples يعني 3 تفاحات. خلاص فاذا ممكن احط قبله ارقام فبالتالي بقول على الاسم ده اسم معدود. طيب امال يا مستر يعني ايه بقى uncountable nouns؟ uncountable nouns يعني اسم غير معدود. تاني uncountable noun يعني اسم غير معدود، والuncountable nouns يعني اسماء غير معدودة. يعني ايه اسماء غير معدودة؟ يعني ما اقدرش احط قبلها ارقام، يعني ما اقدرش اعد منها 1 و2 و3 و4، ودي الاسماء اللي هيديها لي في الوحدة بتاعتنا وازاي احط قبلها اداة تجزئة اللي بتخليني اقدر احولها لاسم جمع. طبعا من اشهر الاسماء دي هي اسماء السوائل. يعني لو خدت مثلا كلمة شكل كلمة ليمونات، ليمونات حبايبي بمعنى ليمونات. لو جيت قلت لك ليمونات دي بتتعد هتقولي لا ده سائل، يعني ما اقدرش اقول 1 ليمونات 2 ليمونات 3 ليمونات، وما اقدرش اجمعها، يعني ما اقدرش اقول ليمونات جمعها ليمونيدز، فبقول على الاسم ده اسم لا يعد. تاني بقول على الاسم ده اسم لا يعد. طيب كلمة شكل كلمة جوس، جوس حبايبي بمعنى عصير، برضو العصير اسم لا يعد. كلمة شكل كلمة ووتر، ووتر حبايبي بمعنى بمعنى ماء، برضو ما يتعدش. كلمة شكل كلمة ملك، ملك حبايبي بمعنى لبن، هتقولي برضو اللبن ما اقدرش اعده. كلمة شكل كلمة تي، تي حبايبي بمعنى شاي. كلمة شكل كلمة كوفي، كوفي حبايبي بمعنى قهوة. قال لي كل دي اسماء لا تعد لسوائل، ما اقدرش اعدها ولا اقدر احط قبلها 1 و2 و3 ولا اقدر احط لها اس عشان اجمعها. طيب هنلاقي برضو اسماء الاكل شكل مثلا بريد، بريد حبايبي بمعنى الخبز، الخبز برضو ما اقدرش اعده. ابل باي، ابل باي يعني فطير التفاح، مديهالي في الوحدة دي اسم لا يعد. سوب، سوب حبايبي اللي هي الشوربة، سواء بقى chicken soup or any kind of soup. fruit salad، fruit salad حبايبي بمعنى سلطة فواكه، fruit salad. قال لي كل دي حبايبي اسماء لا تعد ما اقدرش اعدها. هنا بقى في الوحدة دي حبايبي بيعلمني ازاي احول الاسم الغير معدود ده لاسم معدود. بحول الاسم الغير معدود ده لاسم معدود بان انا بحط قبله لفظ تجزئة. تاني بحط قبله لفظ تجزئة، لفظ تجزئة او اداة تجزئة. تاني لفظ تجزئة او اداة تجزئة، اداة التجزئة دي هي اللي انا بحطها قبل الاسم الغير معدود فبالتالي بيصبح معدود. يعني مثلا لو خدنا الووتر، الووتر حبيبي اللي هي المية، احنا قلنا المية اسم لا يعد. طب هل يمكن ان انا اعدها؟ هقول لك بس على شرط احط قبلها اداة تجزئة. يعني ايه اداة تجزئة؟ يعني مثلا لو انا حطيتها في كوباية، الكوباية اسمها جلاس، طب الجلاس بتتعد؟ هتقول لي ايوه بتتعد. طب بس هيبقى اسمها جلاس اوف ووتر،
glass of water يبقى كوباية من الماء. طيب ما انا ممكن احطها في ايه كمان؟ التيم ممكن احطها bottle. bottle حبايبي بمعنى زجاجة، وتبقى برضو bottle of water. bottle of water يعني زجاجة ماء. طيب يا ترى اللي بتعد الماء ولا الزجاجة؟ هتقولي لا يا مستر الزجاجة هي اللي بتتعد. اذا لما احط قبل الاسم الغير معدود لفظ من الفاظ التجزئة وده من اداة التجزئة، على طول بيتحول لاسم معدود. يعني هنا ممكن اقول two glasses of water. two glasses of water يعني كوبايتين اتنين مية. ممكن اقول three bottles of water يعني تلات زجاجات ماء. يبقى اذا اداة التجزئة حبايبي هي اللي بتتعد مش الاسم الغير معدود. يبقى عشان احول الاسم الغير معدود لاسم معدود بحط قبله اداة من ادوات التجزئة. طب يا مستر يعني احط قبله اي اداة تجزئة كده وخلاص؟ قال لي لا، لازم اداة التجزئة تكون ماشية مع الاسم. يعني لو بصينا مثلا لكلمة ليمونيد، ليمونيد اللي هي الليمونادة، خلاص الليمونيد بحطها في كان، وكان معناها علبة صفيح، فتبقى can of lemonade. تاني can of lemonade. can of lemonade حبايبي معناها علبة عصير ليمون. لو شفنا مثلا التركي، قلنا التركي ده اللي هو الديك الرومي، خلاص ما بيتعدش كلحم ديك رومي. طيب عشان اعده فبقطعه لسلايسز واقول a slice of تركي. تاني a slice of تركي. لو جانا مثلا على الابل باي، الابل باي حبايبي اللي هي فطيرة التفاح، او للتشيز، تشيز حبايبي مثلا اللي هي الجبنة. فعشان اعدهم فحط قبلهم لفظ تجزئة شكل a piece. a piece حبايبي اللي هي القطعة، فممكن اقول a piece of apple pie او a piece of cheese يعني قطع الجبنة او قطعة من فطير التفاح. طبعا لو خدنا مثلا السوب، السوب حبايبي اللي هي الشوربة، فالشوربة هتتحط في ايه؟ قال لي اه a bowl. bowl حبايبي اللي هي السلطانية او الوعاء، فتبقى a bowl of soup يعني وعاء شوربة او سلطانية شوربة. لو خدنا حاجة مثلا شكل التي او الكوفي اللي هي القهوة او الشاي، طبعا اللي عارف ان انا بحطهم في كاب، يعني كاب فنجان، فيبقى a cup of tea يعني فنجان شاي، او a cup of coffee يعني فنجان قهوة وكذلك. يبقى المفروض ان انا احفظ لفظ اداة التجزئة اللي بتيجي قبل الاسم، مهم جدا حبايبي لان هيجيبها لي في الاختيارات. يعني مثلا هقول لك I had يعني انا تناولت، ويقول لك a، ويديك في الاختيارات bowl bottle can of soup. اه soup حبايبي بمعنى شوربة. طب مين اللي يمشي معاهم من ادوات التجزئة هنا؟ هتقولي a bowl of soup. يبقى هي الفكرة كلها لازم احفظ لفظ التجزئة اللي بيجي مع كل اسم غير معدود. ويبقى انا كده قدرت افرق بين الاسم المعدود والاسم الغير معدود، وكمان لفظ التجزئة اللي بيخليه لي الاسم الغير معدود ده اقدر اعده. تعالوا نشوف بقى حكاية ميني وماتش. حبابي ميني معناها كثير، وماتش برضو معناها كثير. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي ميني دي بيجي وراها اسم جمع. تاني حبايبي ميني هيجي وراها اسم جمع فقط لا غير. طب ماتش؟ قال لي ماتش هيجي وراها اسم لا يعد. تاني ميني هيجي وراها اسم جمع، اما ماتش هيجي وراها اسم لا يعد. يبقى اذا هفرق بين ماتش وميني على حسب الاسم اللي وراها. يعني لو جيت قلت لك I have يعني انا معايا، وقلت لك في الاختياري ميني or much sugar، هتبص على السكر ده هتلاقي اسم لا يعد، اذا ميني ما تنفعش ولازم اخد much. لو جي قال لي she has يعني هي بتتناول او معاها many ولا much apples، هنا هتبص على apples هتلاقيها جمع، فبالتالي تاخد
ميني، يبقى she has many apples. يبقى الفرق بين ميني وماتش ان ميني كثير للجمع، اما ماتش كثير للاسم الذي لا يعد. وده بقى هيودينا للسؤال بهاو ميني اللي معناها كم عدد، وهيودينا لهاو ماتش اللي معناها كم كمية. تاني هاو ميني اللي معناها كم عدد، وهاو ماتش اللي معناها كم كمية، لان هو هنا في الوحدة دي بيطالبني بيقول لي ازاي اكون سؤال بكلمة هاو ميني او هاو ماتش مع الاطعمة اللي هو هيجيبها لي او المشروبات، وازاي اجيب لفظ التجزئة مع هاو ميني وهاو ماتش. خلاص طالما ميني بيجي وراها اسم جمع فبالتالي هاو ميني برضو هيجي وراها اسم جمع. طب هاو ماتش اكيد هتسأل عن الكمية، يعني هيجي وراها اسم لا يعد. تاني هيجي وراها اسم لا يعد. بعد كده بيكمل السؤال بديد، يبقى كده عرفنا ان السؤال في الماضي. وبعد كده بيجيب لي الفاعل بتاعي، وبعد كده بيجيب لي كلمة هاف. قلت هاف هنا حبايبي معناها يتناول. تاني هاف معناها يتناول. طب ليه بيجيب هاف؟ قلنا حبايبي مع ديد لازم الفعل دايما بيرجع لمصدره. تاني مع ديد بيجيب لي الفعل في المصدر. يعني مثال لو انا بسأل مثلا واقول هاو ميني ولا ماتش ووتر ديد شي هاف. طبعا شكل ما قلنا قبل كده ان كلمة هاف معناها يتناول وتيجي مع الاكل او الشرب، فبيقول لي هاو ميني ولا ماتش ووتر ديد شي هاف. هقول له اه. اول حاجة لازم ابص على الاسم اللي هو كلمة ووتر، هلاقي اسم لا يعد، فبالتالي هاخد ايه يا حبيبي؟ برافو عليكم كده، هاخد هاو ماتش. طيب لو جاب لي نفس السؤال تقريبا وقال لي هاو ميني ولا ماتش بوتلز of water did she have، هو حبيبي تقريبا نفس السؤال مع اختلاف بسيط. الاختلاف ده مستر قال لي ان هنا ما بقتش water، ده بقت bottles of water يعني زجاجات الماء. طب البوتلز دي مالها؟ لا يا مستر ده بوتلز دي اسم جمع، يبقى اخد how much ولا how many؟ برافو عليكم هاخد how many. طبعا في سؤال الصورة بقى حبيبي شكل ما احنا متعودين بيجيب له صورة، وهتلاقيه جايب لي فوق الصورة دي يا اما اسم جمع اللي هي بأداة تجزئة، يا اما اسم لا يعد، ويطلب مني ان انا اسأل بهاو ميني او هاو ماتش، وسؤال في زمن الماضي يعني اجيب وراها ديد وبعدين الفاعل اللي مدهولي وبعدين هاف وازاي اجاوب. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. يعني مثلا يجيب لي صورة كده بسيطة ويكتب لي فوقها cups of tea ويقول لي ان الفاعل بتاعي هي، وبعدين يقول لي one يعني واحد. تاني يقول لي cups of tea، cups of tea يعني فناجين شاي، وهي ده الفاعل، one يعني واحد. اول حاجة هبص على cups of tea، cups دي مالها؟ جمع، يبقى لازم اسأل نفسي ترى هجيب هاو ميني ولا هاو ماتش. برافو عليكم كده، يبقى هقول هاو many cups of tea كده حبايبي. دي كلها بقول عليها اداة استفهام. طب بعدها في الماضي بجيب مين؟ برافو عليكم كده did، وبعد did اجيب الفعل اللي هو هي، وبعد هي هجيب كلمة have يعني كم عدد كوبايات الشاي اللي هو تناولها. طبعا لما اجي اجاوب حبايبي اي سؤال موجود في did لازم كل ده يتشال، وابدأ من اول الفاعل اللي هو هي. طب هقول هي هاف؟ هقول لك غلط طبعا، طالما شلت ديت حبايبي لازم الفعل ده يروح للماضي، فاقول هي هاد مديني ايه؟ وان، يبقى وان. طب اقول وان كابس ولا وان كاب؟ هتقولي لا ده مفرد يبقى كاب. وان كاب اوف تي، وان كاب اوف تي يعني كوباية شاي واحدة. تاني وان كاب اوف تي يعني كوباية شاي واحدة. تعالوا نشوف مثال تاني، يديني مثلا كلمة orange juice يعني orange juice حبيبي عصير برتقال، وبعدين يديني مثلا you، you ده الفاعل معناها انت، ويديني مثلا to
glasses في الإجابة يعني كوبايتين اتنين، ويطلب مني إن أنا أعمل سؤال. طيب برضو هبص على مين حبايبي؟ orange juice. جميل، جمع ولا لا يعد؟ برافو عليكو، لا يعد. يبقى أسأل how many ولا how much؟ لا يا مستر، هتسأل ب how much. برافو عليكو كده، يبقى هقول how much، بعدين أجيب وراها الاسم اللي ما بيتعدش، يبقى orange juice. How much orange juice؟ ها فعل المساعد بتاعي did. برافو عليكم. الفاعل بتاعي you have ولا had؟ have. طب ليه؟ هتقول لي اه طالما في did لازم الفعل معاها يجي في المصدر. طب لما اجي اجاوب كل ده يتشال، you بتتحول ل I. برافو عليكم. او we طبعا لو جمع. طيب have دي هتبقى ايه يا حبايبي؟ had، فتبقى I had. طب وبعدين هجيب العدد بتاعي two glasses of orange juice، يعني انا تناولت كوبايتين اتنين عصير برتقال. مستر طب هو انا ممكن اسال هنا بهاو ميني؟ قال لي اه عادي جدا، بس لو سالت بهاو ميني لازم اجيب اداه ايه؟ التجزئه اللي هي جمع، يعني ما ينفعش اقول هاو ميني اورنج جوس. امال هقول ايه؟ هتقول لي اه هقول كده هاو many glasses of orange juice did you have. طب الإجابة هقول لك هي هي نفس الإجابة مش هتتغير، هشيل ده كله يبتتحول ل I، أجيب بدل have had واكمل الاجابه بتاعتي عادي جدا. هتقول لي يا مستر يعني هو لازم السؤال يكون في الماضي؟ لا طبعا هو مش لازم السؤال يكون في الماضي، وانت هتلاقي برضو في الاختيارات اسئله مش في الماضي، ولكن هو بيتكال هنا على هاو ميني وهاو ماتش، لكن عادي ممكن يقول هاو ماتش فروت سالاد ار يو جوينج تو have. لو سألتك سؤال يا ترى ده في الماضي، هتقول لي لا طبعا يا مستر احنا خدنا قبل كده going to اللي بيجي وراها فعل في المصدر معناها سوف، يبقى السؤال ده في المستقبل. طب لما اجي اجاوب برضه اقول نفس الاجابه؟ هقول لك لا طبعا بقى، هنا are you تتحول في الاجابه ل I am، ولازم اجيب going to فاقول I am going to، انا سوف have، ما ينفعش اجيب هنا had بقى، I'm going to have لان going to بيجي وراها مصدر، فتقول I'm going to have واجيب بقى مثلا a bowl of fruit salad. يبقى مش شرط ان السؤال يجي في الماضي، ولكن لازم اخلي بالي في الاختيارات. لما يجي يقول لي how much coffee did they، ويديني في الاختيارات has had have، هقول له اه في هنا ايه did. برافو عليكم، طالما في did يبقى لازم الفعل يرجع ليه مصدره. فين المصدر بتاع حبايبي؟ have. يبقى اقول how much coffee did they have، تاني how much coffee did they have. وساعات بيجيب لي الاختيارات على حسب much او many، بمعنى لما يجي يقول لي كده how much apples oranges sugar did you buy. هنا بقى لازم اشوف كلمة much. much بتيجي مع الاسم الغير معدود، ينفع apples؟ لا طبعا ده جمع. oranges؟ لا طبعا ده جمع. يبقى فاضل مين حبايبي؟ برافو عليكم، فاضل كلمة sugar ده اسم لا يعد. تعالوا نشوف يلا تطبيق على الكلام ده في الكتاب. في صفحة 94 بيقول لي how bowls of chicken soup did she have. قلت هبص على مين؟ bowls مالها؟ جمع. برافو عليكم، يبقى تاخد how many. she is to have three slices of roast turkey، ده اللي قلنا عليه حبايبي. ام از وار بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي اقول she is going to have يعني سوف تتناول. they had three of roast beef، يبقى هنا لازم اكون عارف اداة التجزئة اللي بتيجي قبل roast beef اللي هي مين حبايبي؟ slices. ما
نمبر 4 بيقول لي I had a of a chicken soup. برضو لفظ التجزئة اللي بيجي قبل chicken soup هو bowl. I will take a of apple pie. برضو لفظ التجزئة اللي بيجي قبل apple pie piece. برافو عليكو كده. She had a of bread. برضو لازم اكون عارف اداة التجزئة اللي بتيجي قبل bread اللي هو يا حبايبي loaf. ممكن اقول piece يعني قطعة, ممكن اقول slice برضو شريحة. Number 7 بقول I'd like a of coffee please. برضو هي نفس الفكرة, الكوفي ممكن يبقى في ايه cup, cup of coffee. Number 8 how cups do you have. طبعا هنا الكبس مالها جمع, يبقى how many ولا much, اكيد هقول how many. تعالوا يلا بسرعة نشوف التمرينات او general exercises اللي هو مديها لي في صفحة 97. بقول لي how a water did you have. برضو هبص حبايبي على كلمة مين, water اسم لا يعد, يبقى ياخد how much. I'll take a of apple pie. برضو الابل باي ايه اداة التجزئة بتاعتها piece. She had two of roast turkey. جميل الروست تركي ايه لفظ التجزئة بتاعه slices. اللي بعدها how a cups of coffee do you have. برضو هبص على الكبس جمع, يبقى المفروض اقول how many. I a can of lemonade yesterday. yesterday دي من علامات الماضي, برافو عليك, ويبقى لازم اخد had. she had six of bread. ايه عادات التجزئة اللي بتيجي قبل bread, برافو عليكو loaves. how much fruit salad did you. قلت حبيبي طالما جاب لي did اللي بيحصل للفعل بيرجع لمصدره. طب ما انا عندي كله مصدر يا مستر, بس هقول يتناول. طيب ينفع اقول drink, هتقولي لا لان الفروت سالاد ما بتتشربش دي بتتاكل, يبقى هقول have. واحنا قلنا have بتيجي مع الاثنين الاكل والشرب. طيب نمبر 8 بقول ايه roast beef did you have. هبص على roast beef ماله لا يعد, يبقى ياخد حبايبي how much. تاني how much. تعال نشوف القطعه بتاعتنا. بقول كريم اند مها had a nice day. يعني كريم ومها قضوا يوم جميل. قلت يا حبايبي لازم اقرا من نقطه للنقطه وبعدين اترجم عشان يدينا المعنى الكامل للجمله. They went to the restaurant. راحوا المطعم. مها had a bowl of soup, spaghetti and meatballs and two glasses of orange juice. يبقى لازم اقف عند النقطه وابدا اترجم ان مها تناولت سلطانيه شوربه وكمان مكرونه سباجيتي وكرات اللحم وكمان كوبايتين اتنين من عصير البرتقال. كريم had two loaves of bread, three slices of pizza and a can of lemonade. يعني كريم تناول رغيفين عيش وكمان تناول ثلاث شرايح من البيتزا وكمان شرب علبة ليمونادة. كريم and مها loves this restaurant because their food is the best in the town أو in town. يعني بيقول لي إما كريم ومها بيحبوا المطعم ده لأن أكله هو الأفضل في المدينة. They usually go to this restaurant on Fridays. يعني دايما بيروحوا أيام الجمعة. تعالوا يلا نشوف السؤال الأول. بقولي كريم and مها had a nice إيه. طبعا استمتعوا بإيه جميل, أكيد بداي جميل يوم جميل. مها had a A of soup. طبعا هنا مش محتاجة أصلا قطعة, السوب بتبقى في بول بول حبايبي اللي هي السلطانية. اللي بعدها بقولي how much lemonade did كريم have. يعني ما كمية الليمونادة اللي كريم شربها. طبعا مديني في القطع حبايبي ان هو تناول a can of lemonade. شكل ما بنقول هنشيل ده كله, كريم عوض عنه به وهاف تبقى هاد. اقول a can of lemonade. تاني a can of lemonade. طب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بقول where did كريم and مها go. يا ترى كريم ومها راحوا فين. طبعا هما راحوا المطعم فحقول they went to the restaurant. يعني هم راحوا المطعم. تاني they went to the restaurant يعني هم راحوا المطعم. تعالوا نشوف يلا الكلمة المختلفة. عندنا turkey, hot dog, cob and roast beef. كله أكل حبايبي ما عدا cob. هاتلي بقى أي أكل شكل fish مثلا أو chicken أو rice. طب coffee, water, salad and tea كلها مشروبات ما عدا السلط. يبقى هشيل السلط حبايبي وأجيب مثلا milk, لازم أجيب مشروب. طيب عندنا بول وكاب وابل وجلاس كلها ادوات تجزئه ما عدا مين ابل. هات لي بقى يلا ادات تجزئه شكل سلايس. فروت هاو ماتش هاو ميني اند هاو اولد كلها ادوات استفهام ما عدا فروت. يبقى هشيلها مثلا واجيب هاو اوفن, هجيب حاجه بهاو برضه اهو. هاو اوفن يعني كم عدد المرات. A can of rice, a bottle of and a cup of. برضو جايب لي ادوات تجزئة ما عدا مين حبايبي
رايس واجيب مكانها مثلا a bowl of. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب معانا. بيقول لي have how much water she did. طبعا وهنا بيقول لي ابدا بهاو ماتش. هاو ماتش دي بيجي ورايا حبايبي، برافو عليكم كده، اسم لا يعد، يبقى اذا هقول هاو ماتش ها ووتر، فين الفعل المساعد بتاعي ديد، فين الفعل بتاعي شي، وبعدين هاف ده الفعل الاساسي. شي ا ليمونيد كان اوف هاد، طبعا ببدا بالفعل اللي هو شي، اجيب ورا الفعل اللي هو هاد، تعتبر الاجابه بتاعتها شي had، بس مع تغيير كلمة water. She had a can of، ادي اداة التجزئة، وبعدين lemonade هو الاسم الذي لا يعد. تعالوا نشوف يلا سؤال الترقيم. بقولي punctuate the following sentence. بقولي did عادل and عمر drink orange juice. طبعا الدي بتاع did لازم تكون capital، عادل معمولة عندي ما فيهاش، عمر معمولة، drink orange juice، يبقى اكيد في الاخر هحط question mark عشان ده سؤال. طيب how much bread did Mona eat on Friday؟ طبعا الاتش بتاعت how معمولة، much مفيهاش حاجة، bread did a Mona اسم شخص، يبقى لازم الام capital، eat on Friday الاف بتاعت Friday معمولة، ايوه مستر، يبقى على طول هحط في الاخر question mark عشان ده سؤال. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة، شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.